قد يظن الكثير أن استهلاك السكريات خلال شهر رمضان يشكل خطراً على مرضى السكري وأصحاب الأمراض المزمنة، غير أن المختصين يحذرون من كون الخطر يحدق بالأشخاص السليمين، إذ أن الإفراط في تناول السكريات المتوفرة في رمضان قد يكون العامل المحفز لظهور المرض. الدراسة اللي قمنا فيها 2017 سمنا تقريباً 10% من الجزائريين عندهم انخفاض، وهذا الانخفاض هو يعني فترة قصيرة، وكان ما يكونش يعني نمط معيشي سليم يقدر يجوز يولي مريض يعني بداء السكري. فلهذا ما نخليوش رمضان يكون يعني فيه خلل يخلي سواء يظهر له داء السكري أو مرض آخر أو ظهور مضاعفات. المصابون بالسكري من النوع الثاني معرضون لنفس الخطر. تناول الأطعمة دون استشارة طبية قد تؤدي بهم إلى الإصابة بالسكري من النوع الأول الذي يلزم المريض التقيد بجرعات الأنسولين. خطر ماهوش فقط على الإنسان اللي يصوم أو خطر حتى على اللي ما يصومش، لأنه في رمضان البيت معمرة بأكل، معمرة حلويات، معمرة أشياء عمرها ولا شوها غير في رمضان. فمريض السكري حتى ولو لم يصوم في البيت كاين أشياء كثيرة ومغريات كثيرة رايحة تؤدي به ممكن إلى تعقيدات. دونك هذا لازم المشكل الناس إخوانا المواطنين فيه. إحنا تكلمنا على السكري لأنه نسبة الخطورة كبيرة بزاف، بصح الخطورة موجودة حتى عند الناس اللي ما عندهمش السكري. التقيد بإرشادات المختصين باحترام النظام الغذائي السليم تحمي الصائمة من المضاعفات الصحية حتى لا تتحول فائدة الصيام على الجسم إلى مضرة.